وهذه الأحزاب بنت إمبراطورياتها وثرواتها على الفساد وعلى زين. ثروات الدولة، موارد الدولة. فتعتقد أنه هذه القوى تستمع النصيحة؟ هي مو صوتك. والله زائلين، هي مو صوتك. أنا صوتي سألتك عن نصيحة. لا ما سألك هواي أحسن. أي والله. ما تفيد النصيحة. أي. ما تفيد فيهم النصيحة يا أخي. يا نصيحة تفيد. شوف بدن راح أبدي النصيحة خن السلسل. المبادرة السيد البرزاني متى أتت؟ متى حين تم اللقاء مع قاآني؟ أي. والتهديد قاآني للسيد مسعود برزاني إذا ذهب مع مفهوم الأغلبية. أي. فهذا يعتبر بمثابة حرب على إيران، وبالتالي كان هذا المبادرة مو بقناعة شخصية وإنما نتيجة تهديد من قبل يعني إيران. يعني مبادرة تحت الضغط؟ طبعا مليون بالمية. مو أقول لك هذا يعني واضحة جدا يعني. ثانيا المسألة، هل هي نجحت؟ أنا أقول لك فشلت. الآن الأزمة في أوجها، يعني بالنتيجة النهائية السيد مقتدى الصدر لم يستجب. بالنسبة لمسألة النصيحة، تعلم أنه سعر النفط راح يوصل تقريبا 100، وهذه الأحزاب بنت إمبراطورياتها وثرواتها على الفساد وعلى ثروات الدولة، موارد الدولة. فتعتقد أنه هذه القوى تستمع النصيحة؟ هؤلاء سيقاتلون، سيقاتلون من أجل يكونوا بالحكومة. من يقدر يعوف سعر النفط 100 دولار وروح المعارضة؟ من تذوق حلوى السلطة ما يترك ما يتحمل مرارة المعارضة. تطلع بيها فلوس دول خارجية هم تطري أكثر من فلوس النفط. هسه ما يعرف منين الله يرزقه. جوز قطر تطي، جوز تركيا تطي، جوز أمريكا تطي. ربك علام الغيوب. لا لا، ماكو مثل السلطة أولا يحميك. أي. لأنه المعارضة دائما تعرض البطش وكذا، يعني ماكو في آليات تحمل المعارضة دائما معارضة. ثانيا المعارضة السلطة وجاهة وحماية ونفوذ وسلطة ومال وجاه بهم أتى من الهامش. أي. كيف يضحي يا أخي؟ يعني هذا يعني إحنا نطلب أشياء منطقية يعني حتى نقول هذه الأحزاب السياسية بنت أمجادها على الفساد يا أخي. معظم القوى السياسية والله أقول لك كلها بضت أمجادها على الفساد وعلى موارد الدولة. يعني هي تريدها تضحي وتروح المعارضة ليش؟ هي تؤمن المعارضة؟ ما يؤمن المعارضة. ولذلك مو كانوا يعني معارضة. نعم. مو كانوا بالمعارضة قبل واخذوا عليها خدمة جهادية؟ معارضة خما ايش اسمه باليد. الآن ضوق بالسلطة يا استاذ نجم ومليارات، ما اقول لك ملايين، مليارات. زين شلون يضحون لك بالمليارات؟ تريدهم يقعد لك معارضة؟ ليش ما يؤمنون؟ ها مو مبثوث داخلي المعارضة استاذ باسم وجماعته، مبثوث داخلي. مو هذول جايين بالسلطة ومتذوقين طعم الفلوس وتريدهم يكون معارضة؟ هذا كلام يعني لا أؤمن به. وهذا النظام لن ينتج شيئا، هذا النظام زائل عاجلا أم آجلا. هذا والكتلة الحرجة من الشباب معارضة ربما في سنوات قادمة. والله هي أقول لك دكتور هي مو صوتك. والله زائلين، هي مو صوتك. أنا صوتي سألتك عن نصيحة. لا ما سألك هواي أحسن. ما تفيد فيهم النصيحة. ما تفيد فيهم النصيحة يا أخي. ما تفيد يا نصيحة تفيد. ما ظل يعني تقول لي حرامي لتبوك شون يعني. إيه حرام عليك. لا مستحيل. أنا أشكرك دكتور.